السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن المؤشر العام للسوق السعودي وتوقعاتنا ليه خلال تداولات الأسبوع إن شاء الله. كان عندنا إغلاق للمؤشر العام حول مستويات ال 12684 بعد ما شفنا جلسة هابطة خلال تداولات يوم الأربعاء الماضي وأيضا يوم الخميس. الطبيعي جدا او لما بيكون عندنا الشكل ده طبقا للناحية الفنية بعد اب ترند، لما يكون عندنا اتجاه صاعد قوي ويبتدي يحصل ضعف في الاتجاه الصاعد، ثم البرايس اكشن اللي حصل ده متمثل في الشمعة الابتلاعية الهابطة ثم يعقبها شمعة هابطة، فمن الطبيعي ان احنا نقول ان احنا هيبدأ عندنا موجة تصحيحية هابطة او حركة هابطة خلال الفترة القادمة. لكن طبعا الظروف الحالية او الوضع الحالي خاصة من الناحية الجيوسياسية بيخلينا نركز اكتر على ما يحدث في العالم وتأثيره بيكون ازاي، فبالتالي انا ما اعتقدش او مش شايف ان احنا هيكون عندنا تصحيح كبير خلال الفترة اللي جاية. خلينا نكون متفقين ان في البداية ان حد او المستوى الرئيسي بالنسبة لنا للتحول لاتجاه هابط او لموجة تصحيحية عميقة هيكون بكسر ال 12373، يعني طول ما عندنا هبوط حتى ال 12373 او تداول اعلاها احنا ما زلنا في عملية اتجاه صاعد قوي وما زال لم يحدث عندنا تصحيح عميق. طيب ايه بقى المتوقع الفترة اللي جاية؟ اعتقد ان احنا بما اننا قدرنا ان احنا نغلق اعلى اخر قمة عندنا، دي كانت اخر قمة كونها المؤشر العام قبل القمة الأخيرة. دايما شفنا المؤشر خلال الفترة الأخيرة بيكون قمم وقعان أعلى من بعض. لو جينا تابعنا منذ بداية عام 2022 كده هنلاقي إن احنا خرجنا من مناطق أكيوميليشن، عملنا موجة صاعدة اللي هي الموجة دي، بعد كده ابتدينا ندخل في مناطق أكيوميليشن مرة تانية بين ال 11930 حتى ال 12359، وبعد كده بدأنا موجة صاعدة تقريبا كانت مساوية للموجة. يعني لو لاحظنا دي كانت الموجة الأولانية بتاعتنا بعد اختراق منطقة الاكيوميليشن، دي كانت اخر موجة صعود، لكن الصح ان هي نحسبها من هنا بعد اختراق مناطق الاكيوميليشن، وبالتالي ده بيخلي هدف الموجة الحالية عند مستوى ال 13438، ده هيكون الهدف النهائي بالنسبة للموجة بتاعتنا. لكن خلينا نرجع للشكل الحالي ونقول هل ممكن يحصل ارتداد من المستوى الحالي ولا لا؟ انا زي ما قلت ما دمنا اغلقنا اعلى ال 12000 او اعلى اخر قمة كانت عندنا اللي هي ال 12642 ولم يتم كسرها، فاعتقد اعتقد ان احنا هيكون عندنا ريتست لنفس القمه اللي هي ال 12928، وطبعا في حاله ظهور زخم شرائي قوي واختراق المستوى ده ممكن وقتها نبتدي نستهدف الهدف القادم اللي هو ال 13418. اذا نتابع جلسه الغد، اعتقد ان جلسه الغد هي اللي هتحدد لنا بصوره كبيره حركه تداولات الاسبوع الحالي على المؤشر العام، بحيث لو قدر ان هو يستقر اعلى ال 12642 زي ما قلنا هيكون هدفنا خلال الاسبوع هو اختبار ال 12928. لو شفنا مع بداية الأسبوع هبوط وكسر ال 12000 أو كسر القمة ال 12642 فأعتقد إن هو وقتها هيكون أسبوع هابط لإعادة اختبار ال 12373 ثم بدء استكمال الاتجاه الصاعد من جديد خلال الفترة القادمة. طبعا من الحاجات اللي اثرت على الصعود خلال تداولات او خلال نهايه تداولات الاسبوع الماضي هو نوعا ما توقف عمليه الصعود في اسعار النفط الاول، هبوط اللي شفناه خلال التداولات او خلال نهايه التداولات، واللي اعتقد ان هو هينتهي وهيعود مره اخرى للارتفاع بدايه من يوم الاثنين طبقا لان الاحداث الحاليه ما زالت مستمره، بنشوف تصعيد يوم بعد اخر، متوقع وقف امدادات النفط الروسي، حتى الان لم يتم الوصول الى انهاء العقوبات على ايران وفنزويلا بحيث ان النفط الايراني والفنزويلي يعود الى الاسواق مره ثانيه، فكل دي اشياء بتستمر او بتجعلنا نستمر في النظره الصاعده بالنسبه لاسعار النفط وبالتالي النظره الصاعده بالنسبه للمؤشر العام للسوق السعودي واسهم قطاع الطاقه. فده كان تحليل سريع بالنسبه للمؤشر العام للسوق السعودي. لو في اي استفسارات نقدر نسيبها في كومنت تحت الفيديو ده، وللتواصل كمان هتلاقوا لينك التواصل موجود تحت الفيديو. اتمنى لكم كل التوفيق، كان مع حضراتكم احمد اسامه من ماركت لاب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.